بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي الأمين العام لجمع الدول العربية، الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي فيما استهل اجتماعات هذه الدورة أن أرحب بكم جميعا في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، متمنيا لقمتنا التوفيق والنجاح، كما تقدم بالشكر والتقدير لدى أخي الملك عبد الله الثاني ابن الحسين لما بذله من جهود مميزة خلال هذه الدورة السابقة، والشكر موصول لمعالي الأمين العام جمع الدول العربية وكافة العاملين بها على ما يبذلونه من جهود. أيها الأخوة الكرام، إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وتظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وإننا نجدد التعبير عن استنكارنا ورفضنا القرار الإدارة الأمريكية متعلق بالقدس، وإننا ننوه ونشيد بالإجماع الدولي للرفض له، ونؤكد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزا من أراضي فلسطين. وفي الشأن اليمني فإننا نؤكد التزامنا بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وأمنه وسلامة أراضيه، كما نؤيد كل الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرارات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، وندعو المجتمع الدولي للعمل على تهيئة كافة السبل للوصول للمساعدات الإنسانية المختلفة المناطق اليمنية، ونحمل الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران كاملا المسؤولية حيال نشوء واستمرار الأزمة اليمنية والمعاناة الإنسانية التي عصفت باليمن، ونرحب بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الذي أدان بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية صواريخ باليستية إيرانية للصنع تجاه المدن السعودية. تلك الصواريخ هي وصلت إلى 119 صاروخا، ثلاثة منها استهدفت مكة المكرمة، برهنت على أن المجتمع الدولي مجدد على خطورة السلوك الإيراني في المنطقة وانتهاكه لمبادئ القانون الدولي ومجافاته للقيم والأخلاق وحسن الجوار، ونطالب بموقف أممي حاتم تجاه ذلك. وفي الشأن الليبي، إن دعم المؤسسات الدولية مثل الدولة الشرعية والتمسك باتفاق الصخيرات هما الأساس لحل الأزمة الليبية والحفاظ على وحدة ليبيا وتحصينها من التدخل الأجنبي واجتثاث العنف والإرهاب. حضور الكرام، إن من أخطر ما يواجه عالمنا اليوم هو تحدي الإرهاب ليتحالف مع التطرف والطائفية لينتج صراعات داخلية اكتوت بنارها العديد من الدول العربية.
ونجدد في هذا الخصوص الإدانة الشديدة لأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران في المنطقة العربية، ونرفض تدخلاتها السافرة في شؤون الداخلية للدول العربية، وندين محاولات العدائية الرامية لزعزعة الأمن وبث النعرات الطائفية لما يمثل ذلك من تهديد للأمن القومي العربي وانتهاك صارخ ميادين القانون الدولي لمبادئ القانون الدولي، وإيمانا منا بأن الأمن القومي العربي منظومة متكاملة لا تقبل تجزئة، فقد طرحنا أمامكم مبادرة العمل مع التحديات التي تواجهها الدول العربية بعنوان تعزيز الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات المشتركة، مؤكدين على أهمية تطوير جامعة الدول العربية ومنظومتها، كما نرحب بما توافق عليه الآراء بشأن إقامة القمة العربية الثقافية، آملين أن تسهم في دفع هذه الثقافة العربية الإسلامية. في الختام، إن أمة العربية ستظل بإذن الله رغم أي ظروف عصيبة، رغم أي ظروف عصية برجالها ونسائها، طامحة بشبابها وشاباتها، ونسأل المولى عز وجل أن يوفقنا لتحقيق ما نصب إليه وشعوبنا من أمن واستقرار ورخاء، لنصل بأمتنا إلى ما كان جديرة بها في العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.